بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوزير المحترم، أصبح المغرب وجهة مفضلة فيما يتعلق بالمهن العالمية بالنظر إلى ثقة الفاعل الاقتصادي من جهة في فرص الاستثمار وكذا في الاستقرار الاقتصادي والسياسي. السيد الوزير، نثمن توجه الحكومة نحو تنمية النسيج الصناعي ببعد عالمي، وهو اللي خلانا أننا نسألكم اليوم السيد الوزير عن حصيلة تطوير نسيج المناولة بالمغرب، أيضا ما هي آليات وبرامج التعويض الصناعي المتبعة، وشكرا.